اهلا بحضراتكم من جديد. نروح مع حضراتكم لاكاديميات النادي الاهلي. ما شاء الله كابتن عبد المنعم شط عامل شغل كبير ومجهود كبير من بدايه ما توليه اكاديميات الاهلي. ما شاء الله النادي الاهلي دلوقتي عنده افرع كتير ما يقرب من 16 او 17 فرع في محافظات مصر. منذ ايام قليله تم افتتاح فرع النادي الاهلي او اكاديميه النادي الاهلي في دمياط. دمياط يعني محافظه كبيره ومدينه كبيره، ما شاء الله في عدد سكان كبير، وكمان الميزه هناك انهم يعني اهلاويه. فان اكاديميات الاهلي تكون موجوده هناك ده شيء جيد جدا. اكاديميات الاهلي هدف استثماري كبير جدا للنادي الاهلي، وايضا بالاضافه مع انه يكون هدف استثماري كمان اكتشاف المواهب. دمياط يعني محافظه مليئه بالمواهب، اكاديميات النادي الاهلي كانت موجوده هناك. ان اللعيب يجي اختبارات للنادي الاهلي في مدينه نصر كان بيصعب شويه، فالنهارده النادي الاهلي يكون موجود في كل محافظه ده شيء جيد جدا. الحاجه الثانيه كمان شعبيه النادي الاهلي في كل المحافظات، فنشر شعبيه النادي الاهلي حتى في اللعيبه الصغيره او في الاعمار السنيه الصغيره ده شيء جيد من خلال الاكاديميات. معانا دلوقتي الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي على التليفون عشان نساله بقى عن فرع دمياط. تحياتي ليك يا كابتن شطه. يا كابتن اسامه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ألف مبروك على افتتاح فرع أكاديمية النادي الأهلي في دمياط. والله أنا حقيقة أنا بشكر طبعا قناة النادي الأهلي إنها بتتابع هذه الأكاديميات والأفرع المختلفة في المحافظات، وده طبعا حاجة توري إنه القناة دي هي طبعا المنفذ اللي من خلاله النادي الأهلي بيعرض كل الأنشطة اللي بيعملها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الأنشطة المختلفة. فأنا حقيقة بحيي حقيقة وبشكر مجلس إدارة نادي المستقبل بدمياط الجديدة دكتور أمر الله وكل الأعضاء مجلس الإدارة، يعني بدون فرز لأنهم كانوا متواجدين حقيقة في يوم رياضي جميل افتتحنا فيه هذه الأكاديمية اللي حقيقة في خلال أقل من أسبوعين كان العدد يعني يتجاوز 100. وده طبعا يعني يدل على إنه دمياط دي هي يعني من الأماكن المهمة جدا للنادي الاهلي في انه يكون فيها اكاديميه. وانا بشكر المسؤولين في نادي المستقبل الحقيقه سهلوا كل الاجراءات وسهلوا كل الفاسيلتيز اللي موجوده عشان نفتتح هذه الاكاديميه، والحقيقه براسها او مدير الفرع بتاعها لاعب في النادي الاهلي وزميلكم في النادي الاهلي احمد نبيل. احمد نبيل طبعا كان حارس مرمى الاهلي يعني في الناشئين وكان ابن من ابناء الاهلي، وتعيينه برضه يا كابتن شطه ده بيسهل كمان المهمه ان هو من دمياط كمان. ودي طبعا حاجه الحقيقه انا يعني اللي شجعني اني انا اسرع فيها لما عرفت ان هو موجود في دمياط حقيقه وان هو يعني مستقر هناك. افتكرته طبعا لما خرج لعب بره انه مش موجود، لكن حقيقه احمد نبيل قام بمجهود كبير جدا تحت قياده طبعا الحقيقه مجلس الاداره دكتور امر الله الحقيقه الذي يعني تساهل معنا كثيرا واعطانا كل الامتيازات، وان شاء الله نحاول نخلق من هذه الاكاديميه الصرح كبير جدا يعني عشان تجتذب اكبر عدد من الناشئين وتبقى يعني تطوير لكره القدم في هذه المحافظه الجميله. تمام. يعني احنا دايما بنذكر وحضرتك معانا على التليفون يا كابتن شطه، احنا دلوقتي بنعرض لقطات للاكاديميه والتدريبات، ما شاء الله شايف كمان في اعمار سنيه صغيره 4 سنين. الاكاديميه من اول سن كام لكام يا كابتن شطه؟ والله يا اسامه عايز اقول لك على حاجه غريبه، احنا فوجئنا انه الاعمار السنيه 4 سنين و5 سنين و6 سنين اصبحت يعني ترند، حاجه كده ما حصلتش قبل كده انك تلاقي 4 سنين بخش اكاديميه، لكن اعداد في كل الاكاديميات بجميع المحافظات حتى في القاهره هنا الاعداد الحقيقه يعني اثبتت انه كره القدم ممكن تبدا من مرحله سنيه صغيره. كنا في الاول يعني ايامكم لما كنا بناخد 4 سنين كانت الناس بتقول لك اي لا تقول يعني مش صحيح انك تبدا في هذه السن، لكن وجدنا انه في الاعمار دي في مواهب كويسه يعني ممكن من خلال تطويرها ومن خلال صقلها من خلال مدربين، يعني لازم يكونوا مدربين متخصصين يا كابتن اسامه. لازم في هذه المرحله السنيه لانها ليس مرحله انك انت تخلي الدريبلينج والزجزاج والحاجات دي، لا ده لازم تعلمه ازاي تكوردينيت ازاي يعني التوافق العصبي والعضلي في المرحله الصغيره دي مهمه جدا. فنحن الحقيقه لو نلاحظ يعني شيء جميل جدا انك انت تبدا بهذه المرحله الصغيره، برغم ان انا كنت في زمان معترض على هذا العمر، لكن وجدت الاقبال كبير جدا وانه هي الفيفا نفسها استطاعت انها تضع برامج لهؤلاء الاطفال الصغار. كابتن شطه اكاديميات النادي الاهلي ممكن نشوف الفتره الجايه بتطلع لقطاع الناشئين لعيبه ومدربين؟ انا والله كان عندي اجتماع النهارده مع مستر مايكل المدير الفني لقطاع الناشئين. كويس. تنسيق مع خالد بيبو دايما بيتواجد معايا في الاكاديميات،
طلب مني برضه، قلت له عايزين ندي دورات للمدربين ونعمل عمليات تثقيف اسبوعيه او شهريه. هي الراجل وافق مشكورا يعني انه يتطوع انه يرفع من مستوى اداء المدربين، وطلبت منه حقيقه انه يتابع معايا اللعيبه المتميزه اللي في الاكاديميات ونعمل مباريات بيننا وبين القطاع في شكل يعني مهرجانات يعني او مباريات يقدر من خلالها يعني يضع برنامج لهؤلاء اللاعبين في الاكاديميه مستقبلا انه يكون لهم دور في قطاع الناشئين. ودي طبعا يعني انا بشكره عليه انه بيتواجد في الاكاديميه بصفه مستمره، بيعاوننا حتى في حاجات كثيره جدا، بيخش مع المدربين، بيجيب مدربين من قطاع الناشئين يخشوا معانا في الاكاديميه في المراحل السنيه الصغيره، وده حقيقه اضاف للاكاديميه نوع من التمازج والاختلاط، ودي حاجه انا بعتقد انها كويس يعني هتثمر مستقبلا بلعيبه موهوبه جدا في هذه المراحل السنيه. وانا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي انه خلى هذا الرجل يكون موجود في 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 قطاع الناشئين، وتواجده مع الاكاديميه دي يعني كلنا حقيقه سعداء بيه، وده شيء جيد ان اكاديميات الاهلي تنتشر في كل المحافظات. اخيرا كابتن شطه، ما شاء الله يعني نمسك الخشب، عندنا كم اكاديميه دلوقتي؟ ما بلاش يا كابتن اسامه، يا كابتن اسامه بلاش يا كابتن اسامه عشان الحسد يعني هم 17 اكاديميه دلوقتي ما شاء الله. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله نستغل خبرات الكابتن شطه الافريقيه ونشوف اكاديميات الاهلي في افريقيا ان شاء الله. كابتن شطه، انا طبعا امبارح كنت بتكلم مع بعض الاخوه في السودان اننا عايزين نبدا نعمل اكاديميه في الخرطوم او الحاجه، وبعد كده ننتشر في محافظات السودان مختلفه. كويس، وان شاء الله هي مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب يعني حريص على انه ننشرها كمان في غانا وفي انغولا وفي نيجيريا وفي بعض وجنوب افريقيا. طبعا عندنا فيتو موسيماني موجود وعنده اكاديميه هناك في سان داونز، نستطيع من خلال هذا هذه التوأمه اننا نخلق كمان اكاديميه في جنوب افريقيا باسم النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله على بدايه هذه السنه القادمه يعني نعمل اكاديميات في كل انحاء افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك.